هذا شو اسمه الكلب هذا شو اسمه اللي قاعد بالأردن شو اسمه المقدسي والثاني الفلسطيني وكذا والآخرين هذول الكلاب اثنين مسؤولين عن كل جرائم قيمة صارت في الجزائر لأن هذول الكلاب كانوا مفتين في الجزائر للحصالة خولة الكلاب اللي بطلوا بطون النساء بالجزائر المسلمين السنة تعرفوا بالجزائر شو صار مثل ما كانوا راسمين لسوريا يصيروا والحمد لله ما صار لما قامت حرب بالجزائر بين الفصائل اللي عم تنعم سياسة وبين النظام بالجزائر طلعوا الفصائل على الجبار وصحلوا الواحد حمار مثل المقدسي والفلسطيني والما بعرف ايش وكذا افتاهم انه النظام واللي معه كفار شو صاروا يساووا؟ صاروا ينزلوا بالليل من الجبال على القرى اي قرى؟ قرى تعملوا مسلمين السنة يقتلوا الرجال ويسبوا النساء ومرة كنا قاعدين عند الشيخ معتيني الله يرحمه اتصل في واحد من الجزائر قال له انا سمعت اشرطة الشيخ الالباني وتمت الى الله سبحانه وتعالى بس عندي امرأة من المسلمين السنة حبلى من السبيل شو ساوي فيها؟ قتل جوزة واخذها زنى معها وحبلها على اساس سبيل بفتاوى الكلاب هذول الحقيرين خلي الكاميرات تصور ابو قتادة الفلسطيني وابو كلب المقدسي وابو ما بعرف وين عايشين وين عايشين هلا بلندن وبريطانيا وعم يزود علينا هون